مرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من رمضان في دبي لرافقكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك ومع مجموعة من الأخبار الخاصة بهذا الشهر الفضيل ونستهلها مع حملة وقف الأم لدعم التعليم اللي تستكمل الجهود اللي تبذلها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من أجل دعم التعليم ونشر المعرفة. وسجل محور نشر التعليم والمعرفة خلال العام 2022 ارتفاع قياسي في أعداد المستفيدين من مختلف المبادرات والبرامج المنضوية تحته بواقع 55.1 مليون إنسان، فيما بلغ إجمالي حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع المعرفية والثقافية المنضوية ضمن هذا المحور 213 مليون درهم. أمي أجمل وأنعم وأرق وأرفق إنسانة في حياتي. أمي جن الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي دكتورة ودواء، أم عز من الهوى. اليوم يوم النوم، أمي دنيا وبيها طوف. أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعبئة وتغليف 1,500,000 صندوق ضمن مبادرة كسر صيام اللي تعود للعام 15، وتوزع وجبة كسر صيام خلال الشهر الفضيل في مراكز الهيئة وفي المنافذ الحدودية والمستشفيات الحكومية وتقاطع الإشارات الضوئية. وخبرنا ثالث عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اللي أطلقت بالتعاون مع فرجان دبي ومؤسسة الجليلة خطوة حياة، وهي مبادرة مجتمعية رياضية تحمل شعار أنت تمشي يعني فريجك يمشي، وهذا في إطار السعي لنسج خيوط التواصل المودة بين أهالي دبي خلال شهر رمضان الفضيل. جاء إطلاق الفعالية بدعوة السكان لاختيار فريجهم والمشاركة في تحدي المشي، حيث تضاف خطوات المشاركين إلى مجموع خطوات فريجهم، وينال الفريج صاحب أكبر عدد خطوات بنهاية الشهر الفضيل التكريم، ويخصص ريع التحدي لدعم أصحاب الهمم.
مشاهدينا لشهر رمضان نفحات ونسمات، ومن العادات اللي كلنا نحبها ونترياها هي مدفع رمضان، وأكيد كل عام نكون نحن على موعد مع هذه العادة الرمضانية التراثية واللي تجعل دبي تنبض بالبهجة والفرح في هذا الشهر الفضيل. ولما نقول مدفع الإفطار يعني نقول شرطة دبي. معانا عبر المكالمة الهاتفية المقدم عبد الله طارش، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان. مرحبا بك معنا المقدم عبد الله، مبروك عليك الشهر الفضيل. الله يبارك فيكم، يبارك في حياتكم إن شاء الله، وتحياتنا وسلامنا للمشاهدين والمتابعين عبر قنواتكم الكريمة. لما نقول مدفع الإفطار نفس ما قلت، فإحنا نتكلم عن جهود شرطة دبي سنويا لإعداد مدافع الإفطار، فنتكلم أبرز استعداداتكم وأيضا مواقعكم اللي إن شاء الله بتشهد إطلاق المدفع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن طبعا نقوم تشكيل فريق عمل الإشراف على تجهيز مدافع الإفطار، والفريق هذا مشكل من إدارات عامة بقيادة شرطة دبي، وهذا طبعا الاستعداد يتم قبل فترة. نعم. وكذلك أيضا رجال الشرطة من حيث صيانة المدافع وتوفير الدخائر والملابس وعملية تدريب الأفراد. نعم. يعني لين ما نوصل نحن إلى بداية الشهر الكريم، وذلك طبعا وكذلك أيضا نقوم بالنزول الميداني باختيار المواقع التي تغطي بها إمارة دبي. نعم، أبرز المواقع اللي راح تشهد إن شاء الله إطلاق المدافع، وعلى أي أساس المقدم عبد الله يتم اختيار هذه النقاط؟ طبعا باختيار النقاط هاي تحددها القيادة العامة لشرطة دبي، أيضا نحن ناخذ رأي الجمهور، عندنا هذا هدف رئيسي، ناخذ برأي الجمهور ونشوف يعني شو رأي الجمهور، ومن بعد هذا نقوم بدراسة المواقع هذه من 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 ناحية الموقع، المكان، إجراءات السلامة والأمن فيه، ونتخذ الله يسلم المواقع هذه ونختارها ونعتمدها. نعم مقدم عبد الله، مدفع الإفطار يعود للسنة الثانية في مدينة إكسبو، أعتقد أن الأجواء تكون مميزة في هذه المدينة عن أكيد باقي المواقع، لو نتكلم عن تجهيزاتكم ووجود المدفع في مدينة إكسبو. طبعا مدينة إكسبو مدينة عالمية استقطبت العالم في مدينة دبي اللي في دولة الإمارات العربية والمتحدة، وأيضا الموقع هذا موقع المدينة يميز الله يسلمك، يتميز يمكن عن باقي المناطق من حكم المكان الموقع، وأيضا ما ننسى بعد أن توجد عندهم مدينة الاستدامة، وهناك حي رمضان الذي بدوره يعني مرتبط بين الماضي والمدفع، ترى بعد مربوط بالماضي، فالربطة كانت ربطين مثل ما نقول يعني لك. نعم، مدفع الإفطار يدعم هالسنة حملة وقف الأم، وكلنا ندعم هذه الحملة، لو تحدثنا عن مساهمتكم في دعم هذه الحملة الخيرية. طبعا توجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي دعم هذه المبادرة من خلال مدافع الإفطار سنويا وطيلة أيام الشهر الكريم، وهذه الحملة الوقفية تراها حملة مباركة وتحمل يعني أسمى معاني التقدير للأمهات والبر بهن، والتي أطلقها يعني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظ الله ورعاه، وتعبر عن نشر ثقافة العطاء للمجتمع الإماراتي. ومن هنا يعني القيادة العامة لشرطة دبي دائما سباقة ودائما تدعم هاي المبادرات، وبحث أيضا رجال الشرطة بالمساهمة بها. نعم. المقدم عبد الله طارش، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان، شكرا لهذه المداخلة الهاتفية وعلى كل ما ذكرته عن مدافع رمضان، ونحن أكيد ما نبدأ فطورنا إلا نسمع يعني المدفع ولا نشوفه أكيد في تلفزيوناتنا، فشكرا لك على هذه المداخلة الهاتفية. حياكم الله وتحياتنا وسلامنا لفريق العمل. بابد. المقدم عبد الله طارش، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان، شكرا لهذه المداخلة الهاتفية وعن كل التجهيزات اللي تكلمتوا عنها عن مدافع رمضان. وبكذي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج رمضان في دبي، ونذكركم في نهاية كل حلقة بمتابعة البرامج والمسلسلات اللي تعرض على سمة دبي وقنوات دبي للإعلام على منصة أوان.
نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مع السلامة.